إن كنت من محبي الهياكل الحجرية الضخمة، فمن المؤكد أنك تعشق الأهرامات، تلك المقابر العملاقة التي كشفت لنا عن أسرار قدماء المصريين وحضارة الأزتيك، ووضحت لنا أنهم قد فهموا طبيعة الكون أفضل منا. ومن بين المئات من الاكتشافات التي وجدت في الأهرامات، دعنا نذهب اليوم في رحلة للتعرف على أكثر 5 اكتشافات مرعبة اكتشفت في الأهرامات. برديات أوكسيرينخوس. في الفترة ما بين عامي 1896 و1907، قام عالمي الآثار برنارد غرينفيل وآرثر هانت باكتشاف أكثر من 500,000 ورقة بردي يعود تاريخها لأكثر من 1800 سنة، وقد اكتشفوا تلك البرديات في أنقاض مدينة أوكسيرينخوس، وهي مدينة قديمة كانت موجودة في صعيد مصر وازدهرت في فترة الحكم الروماني لمصر. المخيف فيما تحتويه تلك البرديات ما وجد بها من كتابات إنجيلية قديمة بجانب مجموعة هائلة من التعاويذ السحرية. من بين تلك البرديات كانت هناك وثيقة كاملة مكتوب بها العديد من التعاويذ السحرية، وبعد أن قام عدد من العلماء بترجمة نص تلك التعاويذ اكتشفوا أن هناك المئات منها لم يكتشف بعد. وبسبب الخوف من تلك البرديات قامت الحكومة المصرية آنذاك بأخذ تلك البرديات من برنارد وآرثر ووضعتها في جامعة أوكسفورد كي لا يستخدم أي فرد السحر الموجود بها. من يدري إلى ماذا تؤدي تلك البرديات الملعونة؟ الجسد الخاطئ. على غرار كرات كيندر سربرايز الخاصة بالأطفال، دائما ما تحتوي الأهرامات على مفاجآت بداخلها، ولكنها مفاجآت من نوع آخر باعتبار أنها مقابر، فبالطبع تحتوي بداخلها على جثث ومومياوات. فبعد أعمال تنقيب واستكشاف تمت في عام 2017 داخل هرم دهشور، الهرم المنحني الذي يعود تاريخه ل3800 سنة، تمكنوا من تحديد هوية الفرعون صاحب الهرم، وهو الفرعون منكاوحور، وذلك بعدما قرأوا اسما مكتوبا على الحجر الفرعوني الموجود داخل الهرم. وحتى الآن لا يوجد شيء غامض، أليس كذلك؟ بالطبع لا، لأن علماء الآثار قد اكتشفوا في عام 1957 مقبرة ذلك الفرعون، والتي تبعد فقط 2000 قدم عن اكتشافهم الجديد. لذا لمن تعود ملكية ذلك الهرم الجديد؟ واصل علماء الآثار أعمال التنقيب إلى أن عثروا على المومياء الموجودة بذلك الهرم، والمفاجأة أنهم تأكدوا أن الجثة ليست جثة منكاو، وبدأوا بالتساؤل عن حل لهذا اللغز. هل قام صاحب المومياء بكتابة اسم مانكاو على مقبرته؟ أم أنه دفن خلسة في مقبرة مانكاو؟ بوابات العالم الآخر. الهرم الذي نحن على وشك الحديث عنه أشبه بالدمية الروسية الشهيرة ماتريوشكا، التي تحوي على دمى أصغر منها بداخلها. تخيل معي هرماً يحوي هرماً بداخله. هرم كوكولكان المكسيكي الشهير المعروف أيضاً باسم الكاستيلو لا يحتوي بداخله على هرم واحد فقط بل 2. هذا حقيقي، هرم أصغر منه بداخله، ثم بداخل ذلك الهرم الصغير هرم أصغر منه بداخله. تم اكتشاف بعض الأنفاق السرية التي تؤدي إلى غرف مليئة بالكنوز الأثرية بقيت هناك منذ أكثر من 1800 عام، منها تمثال بوجه تمساح وبعض تماثيل لنمور وغيرها من الكنوز الأثرية. كما تؤدي تلك الأنفاق إلى بحيرة تحت الهرم بعمق 17 متر مملوءة بالزئبق السائل، بينما جدران الأنفاق كانت مطلية بالذهب لتعطي احمرارا مميزا أثناء سقوط الضوء عليها. ولكن الأكثر رعبا هو تلك القلائد المصنوعة من أسنان البشر، والتي تؤكد قيام الناس في حضارة الأزتيك بالعديد من التضحيات البشرية من أجل الآلهة. وفي نهاية تلك الأنفاق كان هناك 4 تماثيل خضراء لأشخاص بعمر الشباب، بالإضافة لبعض أدوات السحر بما فيها مرآة لاستكشاف بوابات العوالم الأخرى، حيث كانوا يعتقدون أنهم في عالم من بين 3 عوالم، أحدهم عالم الخير الموجود في السماء فوقهم، والآخر هو العالم السفلي الشيطاني. ترى إلى أي عالم كانوا يرغبون الذهاب؟ البقع الحرارية. أن تجد خدشاً غامضاً على أحد الجدران ولا تفهم ما معناه، أو ترى ظلاً مجهولاً من بعيد، يعد من أكثر الأمور المخيفة. هذا بالتحديد ما تم إيجاده في هرم خوفو، الذي تم بناؤه منذ أكثر من 4000 سنة، ولا يزال حتى اليوم يكشف لنا عن أسرار جديدة يوماً تلو الآخر.
خلال مشروع لمسح الهرم بتكنولوجيا التصوير الحراري، شارك مجموعة من العلماء من مصر وفرنسا وكندا واليابان تحت سلطة وزارة الآثار المصرية، ولاحظوا وجود بعض البقع الحرارية لبعض الحجارة الموجودة بجوار بعضها البعض، حيث كانت تلك الحجارة مختلفة في درجة حرارتها بشكل كبير عن باقي حجار الهرم، ولكنهم لم يكتشفوا ماهية تلك البقع أو إلى ماذا تشير، ربما إلى أحد المقابر الفرعونية أو أمر أهم، أو قد تكون مجرد صدع نتج بشكل عشوائي. التجويف الغامض. في بعض الحالات قد لا يكون الرعب في وجود شيء غريب وإنما في عدم وجوده. ففي عام 2017 اكتشف علماء آثار باستخدام تكنولوجيا التصوير الميوغرافي في مشروع أطلق عليه اسم مسح الأهرامات داخل تجويف غامض في الهيكل الداخلي لهرم خوفو، ولم يتم الكشف عن ذلك التجويف بالعين المجردة لأنه موجود كما ذكرنا بداخل الهرم، أي مخفي تحت السطح الحجري له. وتبين أن ذلك التجويف يبلغ طوله 153 قدم وينتهي بحجرة فارغة غامضة ربما تكون الغرفة التي دفن بها خوفو، ولكن حتى الآن لم يتم كشف هوية ذلك التجويف بالتحديد، وما إذا كان أفقيا حتى أو مائلا.